أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. في آخر مقابلة صحفية مع ألب نافروز مع الصحفي هاكان، تحدث ألب عن الحب قائلا: الحب مشروط ويعتمد على الوقت، لا تختبر نفس الحب مع كل إنسان، في بعض الأحيان يصبح الأمر أكثر إثارة، في بعض الأحيان تريد أن ترى المزيد أو تريد أن ترى أقل. أنا أحب أن أكون وحدي، حتى ما عندما أكون في علاقة قد أرغب في أن أكون وحدي، حيث الكتابة والقراءة أفضل بالنسبة لي من الاستمتاع أو الخروج، وهذا هو الحال يجعلني أكثر سعادة. أما عن انجذابه للشخص فقال: الذكاء مهم، إذا كان بإمكانني حقا التحدث عن جميع أنواع الموضوعات، وإذا كان هناك حزدعابة جيد فهذا أمر جيد، وإذا لم أشعر بالملل أثناء قضاء الوقت، وإذا كانت محادثتهم تناسبني. وأضاف ألب قائلا: الخطوة الأولى دائما تخيفني، أعتقد بأنه خوف من أن يتم رفضي، لم يتم رفضي من قبل أبدا لأنني دائما أنتظر أول خطوة من الطرف الآخر، أحب التحرك على المضمون، وإذا كانت الشحنات بيني وبين الطرف الآخر متجاذبة فيمكنني أن أتغزل بها. حاليا لست واقع في الحب. وانزعج بعض من جمهور آشا توران بسبب كلام ألب، وقالوا إنه يقصدها بهذا الكلام وإنه قام بالتلميح إن آشا هي أول من بادرت في علاقتهم وهي من اعترفت بحبها له. ما رأيكم بكلامه؟ وهل يقصد آشا أم يتكلم بشكل عام؟